ورجعنا لكم بعد الفاصل بفقرة جديدة. معاكم أنا زينب ربيع وزميلتي سلمى محمد، وعنوان فقرتنا النهاردة هو الإعداد اللازم في منطقة العمل. ضيف حلقتنا النهاردة أستاذ محمد سيد، رئيس قسم السلامة والأمن في شركة التعاون للبترول. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن حضرتك توضح لنا إزاي بيتم نقل المواد البترولية من مكان لمكان آخر؟ نقل المواد البترولية بتنقل عن طريق ثلاث حاجات: سفن، عربيات، خطوط الإمداد من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة، وطبعا ده كله داخل السيفتي. كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي درجة الحرارة بتلعب دور في الحريق. هو الحمد لله رب العالمين درجة الحرارة في مصر متوسطة مش عالية، ده ممكن يبقى في الغابات الاستوائية، في المناطق اللي فيها من الآخر أشجار وكده ممكن تبقى حريقة صغيرة، درجة الحرارة بتتسبب في انشارها بطريقة سريعة. ايوه. لكن هي ما بتعملهاش، لكن بتتسبب في انشارها بسرعة. الحمد لله احنا خارج الموضوع ده. الحمد لله. تمام. حضرتك ممكن توضح لنا ازاي ايه هي الاجراءات المتبعه اثناء التخزين؟ الكلام ده من زمان، مثلا اقول لك كانت حاجات كتير، دلوقتي حاليا اي مبنى بيتعمل بيستدعوا فيه مهندس سيفتي امن صناعي بيجهز المكان ده، ان هو يبقى متجهز طرق المشي، طرق الاخلاء، ايوه، جهاز انذار. فدلوقتي حاليا الحمد لله رب العالمين سيفتي خد وضعه من حوالي 10 15 سنه داخل مصر. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي كمان القواعد لاطفاء الحريق. القاعده اللي بيحددها الحريقه اللي قدام حضرتك، يعني الحريقه لو مثلا مواد بتروليه بتتعامل معاها باطفاء مختلف عن الخشب، يعني الورق. فعلى حسب الحريق اللي موجود، لو الحريق في موقع بترول بيستخدم فيه بعض المواد الكيميائيه، لو الاخشاب والاوراق بنستخدم حاجات بسيطه، الطفايات او الميه عشان ارخص ثمنا طبعا. الوسائل بتختلف. بالظبط. طيب حضرتك بقى ممكن توضح لنا ايه ازاي بتقدروا تسيطروا على خطوره المواد الكيميائيه؟ بالتدريب، يعني مش في يوم وليله كده ما بقاش حد فينا سيفتي. مره واثنين ثلاثه بنعمل تجارب وهميه وبنتدرب، ولذلك لما بنيجي نتحط اثناء الحدث الحمد لله رب العالمين بيبقى توفيق من ربنا طبعا. كويس جدا. كمان كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي طرق الوقايه اللي بيتبعها العمال عشان يحافظوا على سلامتهم من الماكينات. المكن زمان ما كانش فيه سيفتي، دلوقتي عشان انا استورد مكن من بره لازم اشوف المكنه دي، يعني مثلا زي المناشير، المتاقيب، الحاجات دي من بره بيبقى كلها فيها سيفتي، فيها جهاز من بره، في جهاز اشعاع، لو العامل ده خطا وجه يحط ايده المكنه ذات نفسها بتقف. لان هو حط ايده، الاشعاع ده بيمنعه من حط ايده. سيفتي اكتر. تمام. طيب دلوقتي حضرتك ليه ممنوع عندكم ان انتوا تشتغلوا في مكان مقفول؟ فبيقولوا ان ده خطر. مش ممنوع، هو انا عشان ادخل حد مكان مغلق لازم اشوف كميه الهواء، او يا اما ادخله في مكان زي كده لازم البسه بدله وجهاز تنفس زي ما بنشوف كده الغواصين. هو نفس الكلام، يعني ما ينفعش ان المكان يبقى مقفول كده، لا وقت زمني يخش جوه 10 دقايق رغم ان هو لابس بدله ممكن تقعد معاه ساعه. بس انا ما بضمنش ظروف الاجواء جوه عامل ايه، فبطلعه وادخل حد تاني مكان. كويس. ده بالنسبه للاماكن المغلقه. اتفضل. هل في اسباب لحدوث حوادث او اصابات؟ طبعا اكيد العامل البشري. العامل البشري هو المشكله في كده، المكنه ما بتخطاش. اللي بيخطا البني ادم اللي على المكنه. اوريدي المكنه فيها سيفتي. ده شيء طبيعي. طيب حضرتك دلوقتي بيتعمل لكم تدريبات كل فتره عشان تمهدكم لاي خطر هيحصل؟ طبعا. يعني ما ينفعش حد فينا يكون داخل مثلا على ترقيه او داخل على مكانه غير مكانته لازما. كويس جدا. شيء طبيعي. ايه بقى هي مواصفات رجل السلامه؟ رجل السلامه ده لازم يكون كويس فاطن، يعني احنا بنعمل له اختبارات مبدئيا، ان هو لازم يكون لماح، ندخله في تجارب انه يخش مكان زي كده، لوكيشن زي كده، يشوف اخطاء، اكون معد ليه هنا كذا خطا. واقول له اكتب لي الاخطاء اللي عندك. احنا مثلا ثلاثه، انت ممكن تطلعي خطا، انت اثنين، انا اطلع 10. فهو ده يبقى رجل السلامه. هو تطلع الاخطاء كامله. طيب ايه هو تفسير معنى خنق الحريق؟ خنق الحريق دي طريقه اطفاء. ان هي الحريقه مبنيه ان الحريقه ما بتقومش الا لما يكون مكان او المثلث الحريق كامل. الهواء، الخنق اللي هو الحاجه الطبيعيه لما بتخنق حد تمنع عنه الهواء. هي دي بالفعل. لو انت شلت الهواء زي مثلا نقول ايه، حاجه مولعه غطيتيها، ده اللي احنا بننصح بيه ستات البيوت. لما تكون حاجه ولعت منها بتجيب في اوضه المطبخ اقرب حاجه ليها، بتبل لها ميه وتروح مغطيها كده. خنقتها ازاي؟ منعت عنها الهواء.
فمثلث الحريق او رباع الحريق دلوقتي بقى رباع الحريق منعتي عن الهواء اوتوماتيك هتطفي لوحديها. تمام. ليه بقى في وقت الازمات اللي بتتعرض ليها اي دوله المجالات كلها ممكن تقف الا مجال البترول؟ البترول ده شيء طبيعي، لان حضرتك لو قلنا مثلا الشرطه تتحرك بالبنزين، عربيه النقل تتحرك بالسولار. أيوة. فلو احنا وقفنا يبقى الدنيا كلها هتقف. زي الكهرباء، ما ينفعش حضرتك تقولي مثلا بتاع الكهرباء ما يطلعش، ما ينفعش، لان هو اللي بيشغلك الطاقه هي يا اما الكهرباء يا اما الوقود اللي هو احنا ان شاء الله. دلوقتي باب فاير دور اللي هو باب الحريق مهم جدا عندكم في مكان العمل، اسمه باب الزعر. الباب الحريق ده حضرتك طبيعي جدا جدا ان لا قدر الله قدر الله لو احنا قاعدين في مكان كده حصل حريق انتوا بتجروا تدفعوا على الباب. لما تدفع على الباب الاوكره بتاعت الباب ده كيرف كده مقلوب، لما بتدوس عليه بيفتح. هو معمول لان شيء طبيعي بالبديهي انت هتخافي، فلما تتكوموا على الباب هو هيفتح اوتوماتيك، مش لسه هتدور على الاوكره على المفتاح، لا هو اسمه باب الزعر او باب الفاير الحريق. لما بتدوسي عليه كده او حتى انت اللي دخلتي بجسمك عليه هو هيفتح، لان الاوكره معده كده لو دوسي عليه هيفتح لوحده. معمول للناس العاديه اللي هي ما عندهاش سيفتي او مش عارفه، فحتى لو حد اتصدم ولا حاجه يتصدم بالباب هيفتح معاه اوتوماتيك. طبعا ده ممنوع ان يبقى جنبيه اي تزاحم اي كراتين اي حاجه. طيب كنا عايزين برضو نصيحة حضرتك، حتى حضرتك من شوية كنت بتقول ان البيوت بننصح فيها بعض النصايح، كنا عايزين نعرف ايه هي النصايح اللي ممكن تنصح فيها سيدات البيوت. والله هي السيدات محتاجة ان هي تخش في مواقع وتشوف الناس بره بتعمل ايه. يعني طفاية الحريق دي حاجة اساسية، يعني انا بنوصل طفاية الحريق في مواقع العمل، في البيت مش هتلاقي حد غير بيستخدمها. صح. تخش على النت وتشوف مثلا لا قدر الله الطاسة الزيت دي ولعت منها. تتعامل معها ازاي؟ يعني انا شفت ده بعيني مع بنتي، طاسه ولعت منها وراحت حطاها قبلت الزيت بالميه. فنقت الحريق من مكان صغير لمكان كبير، كانت تولع في المطبخ كله. يعني اه والله العظيم ده حصل. فاحنا عايزين ندربهم او هم بالتالي يخشوا يدربوا نفسهم زي ما هي بتتدرب كده، وقبل ما تطلع من بره وتشوف نفسها جميله حلوه تشوف مطبخها محتاج ايه. زي الاكل والشرب تطفيه الحريق دي حاجه اساسيه وحاجه مش مكلفه على فكره. لازم تكون طبعا أكيد. لازم تكون في البيت طبعا. طبعا. طيب دلوقتي لو في حصل خنق غاز عندنا في البيت تنصح ازاي الناس ان هم يقدروا يسيطروا على الموضوع؟ تسريب غاز في البيت. هو الغاز الانابيب له ريحه وده من نعمه ربنا، اما الغاز الطبيعي للاسف ملوش ريحه. فلذلك شركات بتوصل الغاز بتحط سيفتي بتحط سيفتي وبتحط المحابس قريبه من ايد حد كبير مش اطفال عشان تلعب فيها. بيحصل حاله اختناق، يعني لا قدر الله قدر لو الناس نايمه هتموت، مفيش في مجال لان هو ملوش ريحه. أيوه. الغاز الطبيعي. أيوه. اما غاز الاسطوانه للاسف له ريحه. ايوه. طب لو حصل عندي لا قدر الله في اي بيت حريق وما عنديش طفايه حريق، هو حريق البيت بيبقى محدود بيحتاج هي اول وهله بس، ان انت حضرتك لو شفتيها تعاملي معاها ازاي. لو مثلا فوتت المطبخ ولعت على البوتاجاز، اقرب حاجه ليكي الميه بس بعيد عن الزيوت، يعني مش مثلا طاسه زيت موزعه وحضرتك تحطيها في ميه. لا ايه اعمل طريقه الخنق اللي بتتكلمي على ايه؟ لو حاجه محدوده مثلا باسكت زباله، حد ساب عقب سيجاره ولعت بالميه، يعني ما يفضلش انك تستخدمي طريقه الخنق الا الزيوت. ان الزيوت الاكشن بتاعها فظيع. بالظبط. فوطه ميه تحط عليها وتغطيها. وانا لو انا اللي هستخدم انا ممكن استخدم الفوطه من غير ميه عشان انا خبير في الموضوع، لكن حضرتك في البيت بالنسبه لك هي الفوطه مبلوله ميه والموضوع كله ثواني، يعني انت ما تاخديش اكشن وتتخضي، لا ده هو الموضوع الفوطه بليها ميه وبتغطي الحاجه اللي قدام منك. طيب ماشي، حضرتك ممكن توضح لنا ايه هي طبيعه عملك؟ سيفتي امن صناعي. احنا مهمتنا ان انا اخاف عليكم في موقع العمل، يعني ايه بابا كان مثل في المكان اللي احنا قاعدين فيه كده، حضرتك انت قاعده كده تمام، ده بيحصل بنشوفه كتير على النت، تلاقي كشاف وقع كاميرا وقعت. بالظبط. انا مهمتي ان انا اخش اشوف العامل ده ركب دي صح ولا لا. اوكي ما ينفعش. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. مع استكمال حديثنا مع أستاذ محمد، كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه وسائل الأمن والسلامة في القطارات والمترو؟ وسائل الأمن هي الحمد لله العظيم متوفرة جامد جدا جدا، لأن زي ما حضرتك شفت كده الحوادث الحمد لله العظيم بعيدة عن مصر كلها، والأجواء جميلة جدا جدا، وزي ما قلنا قبل كده أي قطارة أو أي عربيات بتيجي أهم حاجة فيها السيفتي.
وده ملاحظ في المترو، اديكم بتركبوا مترو عارفين. طبعا. بالنسبه للقطوره السريعه مأمنينها، بيحاولوا يقفلوا المزلقانات عشان الحوادث الداخليه والخارجيه. طيب حضرتك بقى ممكن توضح لنا ايه العدد اللي بتستخدموها وايه اهميتها وكل حاجه؟ العدد اليدويه هنقول زي المنشار، الصاروخ، المتقاب، العدد دي كلها بتيجي بسيفتي تاك. ولا تاني طيب. ان كلها بتيجي من بره مؤمنه، يعني انا النهارده ما بنصحش حد انه يروح يشتري منشار مثلا ب 500 جنيه، لا في حاجه ب 1200 بس هيقعد معاك مده اطول، لان الحاجات دي لازم ليها سيفتي طبعا، من بره ليها اطار حتى لا قدر لو اتكسر او حصل له حاجه ما يجيش في وش العامل طبعا، يعني الحاجات دي خطره جدا جدا جدا، ولازم اللي يستخدمها حد يكون عنده فكره باستخدامها. طيب لو حصل مثلا واصاب اي عامل من اي اله، ده بيبقى عوضه على مين او على ايه؟ احنا 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 شغلتنا دي ان انا يخش لي المعده بشوفها، يعني انا ما بسمحلوش ان هو يشتغل اصلا الا بشوف المعده والجهاز اللي راكب عليها مده صلاحيته. يعني انا ما بدوش فرصه ان هو يخطا، يعني هو لو هيخطا يخطا في حق نفسه، ولا بالعكس بيعمل لنا مشكله ان انا لازم اشوف العده اللي معاه دي صالحه ولا لا. طيب ماشي، ممكن عادي جدا بيوفر. اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي نفترض العده صالحه والعده انتوا جايبينها طبعا كويسه وقيمه، افرض حصل خطا واصيب الشخص ده بيبقى ايه؟ يعني يعوضوا ايه او كده؟ بقول لحضرتك مفيش، بص اصابات عمل الحمد لله رب العالمين في موقعنا احنا على الاقل مفيش اصابات. ليه؟ لان احنا بنرجع ليه للسيفتي الشيك ليست. انا براجع على الحاجه، عندي سقاله قبل ما يخش على السقاله براجعها بشوفها، يعني هو لما يطلع على السقاله الحديديه غير السقاله الخشب طبعا، مفيش مكان اللي يقع، انا بقفل له بفتح له شبابيك للهواء. مفيش حاجه زي زمان حد يقع، الكلام ده خلاص الموضوع يعني منتهي. الامان بقى، وسائل الامان بقت في كل حاجه. حضرتك حتى في العربيات الاول كان حزام الامان، دلوقتي لا، حضرتك ايرباك قدام وفي الجنب وورا، بالظبط اتمدنت في ست ايرباك في اي عربيه. العربيه فالسيفتي في مصر تقريبا بقى له 20 سنه وكل مدى كل ما بيتطور، وكمان هم عملوا حاجه جميله جدا 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 في شركاتنا من اسامي الشركات. احنا لما بنروح نتدرب بنقعد مع ناس بره وداخل الوطن بيضربونا بطريقه بصراحه جميله، يعني كويس. بيشرح وبينزلك على ارض الواقع، يعني مش تلفزيون وصوره، لا لا لا، بيجيب لك عربيه بكت، يعمل لك حادثه، يوريك الماكيت اللي جوه ده يتخبط ازاي، كسر ازاي، وسائل الامان في العربيه او في القطر او في اي حاجه كلها واحد. اهم حاجه الشخص اللي جوه، يعني احنا لما بنتدرب اهم حاجه عندنا البني ادم، المعده دي ممكن تيجي في الاخر. يعني هي الدولة هي اللي بتساهم في ده شيء طبيعي، والشركات ده شيء هي منظومة كاملة، ما اقدرش احدد مين بيحدد مين. لا، الدولة بتدي تعليمات والشركات اكيد بتنفذ، ده شيء طبيعي عشان الاساس ده احنا بنتدرب على الاساس ده. طيب احنا دايما بنسمع ان الخزان بتاع البترول عندكم في الشركات انفجر وناس اصيبت، طيب ده بيبقى سببه ايه وبتقدروا تسيطروا عليه ازاي اصلا؟ هو عدة اسباب، اولهم اسباب بشرية، ان ممكن العامل الموجود او قاعد خطا بشري، وده وارد. مش هقول لك ان كل الناس خمس نجوم، يعني عامل ما عندوش تقنيه، عندوش فن في حاجه معينه، اتصرف منه لنفسه. يعني انا ساعات بحكم العامل دوت، مثلا هنعمل صيانه في معده تمام، عندي امكانيه ان اروح على لوحه الكهرباء افصلها واقفلها بقفل، انا معايا مفتاح والصيانه معاه مفتاح والسوبرفايزر المكان معاه مفتاح، المعده خلصنا شغل فيها. احنا الثلاثه لازم نكون مجتمعين عشان العده دي خلاص تشتغل، اوريدي تشتغل. ايوه، كل واحد فينا بقفله بيفتحه، يبقى احنا ثلاثه واقفين والعامل بعيد عنها، يعمل لها شيك طلعت تمام اوريدي، بديله ورقه واقول له تمام اشتغل. هو منه نفسه بقى حاول يصلح فيها بيبقى خطاه، حتى انا ما اقدرش اعمله اصابه عمل ان هو ما رجعليش. طيب نفترض ان هو خطاه وفعلا هو اللي سبب الازمه دي، ايه التصرف بيبقى معاه؟ ايه الاجراءات اللي بتتخذ؟ يعني هو تصرف عنيف شويه ان هو هياخد جزء طبعا، اوريدي هنتعامل معاه ونديه مستشفى، ده موضوع بحتي ملوش دعوه. لكن هو خطا هنا على نفسه فبالتالي بياخد جزء. تمام، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وكان معاكم المقدمه سلمى محمد وزميلتي زينب ربيع، وبنلتقي كل سبت الساعه 9 صباحا على برنامج انا ابن مصر على قناه الصحه والجمال، والى اللقاء في حلقه جديده. اهلا.